بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذه آية عامة بالنسبة إلى كل إنسان يحسن أو بالنسبة إلى كل إنسان يسيء. الإحسان معناه أن تخدم الناس، مو في لقاء الأجر وإنما في لقاء الثواب. كاسب، تاجر، موظف، طبيب، مهندس، محامي، قاضي، حاكم، موظف الجوازات، في غير الجوازات، مدرس، بناء، نجار، عطار، أي لون اللي كنت، إذا خدمت الناس لله هذا أنت أحسنت إلى نفسك، لأن الله يعطيك جزاء ضعفا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم أسأت إلى الناس فلها. كان عندنا في كربلاء قبل 80 سنة، أنا ما شايفه، فرد كلي الدار الله يرحمه، إلى هسه يمدحوه وأنا ما شايفه، إلى هسه يمدحوه. لماذا كلي الدار؟ يعني شنو؟ يعني سادن الروضة الحسينية عليه الصلاة والسلام. هناك أكو حرم، كثير من الشباب ما رايحين إلى كربلاء، أنا أوصيهم إن شاء الله تعالى، وإذا صارت عندكم فرصة في العطلة الصيفية روحوا إلى كربلاء، إلى النجف، كاظمية، سامراء، حتى تزوروا الأئمة الطاهرين عن قرب. الصحن والحرم مكان كبير، هذا المكان الكبير فيه ضريح الإمام، والزوار بكثرة يذهبون إلى هناك، زوار بكثرة. فهؤلاء الزوار ما عندهم مكان، كثير منهم ينامون بالصحن، في نفس الصحن ينامون، لعل الصحن مثلا يستوعب فرد 10,000 إنسان، 8,000 أكثر أقل. أحيانا هذول الشتاء ينامون بالصحن، أحيان صيف ينامون بالصحن، أحيان حتى مطار وينامون لأن ما عندهم مكان، شو يسوون؟ فيقولون هذا الكيل الدار اللي يمدحوه الناس إلى هسياس مثل سيد علي الكيل الدار، سيد علي الكيل الدار. يقولون هذا أيام الشتاء نصف الليل يجي يشوف يا زائر اللي نايم ما عد لحاف شي، يجيب من بيته بطانية يخلي عليه، خلاص إله إله، بعد صباحه ما يجي خفية، كل أحد ما يفهم هذا الشيء. أما الله تعالى نشر هذا الشيء وعرف الناس، وإلى اليوم يمدحونه سيد علي الكليدار، خفية يجي بالليل نصف الليل، وذاك الوقت الأضياء مو موجودة، يعني الصحن ظلمة ماكو كل شيء، بس الكواكب تنير. فهذه يجي خفية يشوف يا زائر اللي نايم ما عليه شيء، والهواء شتاء يخلي عليه بطانية من بيته، يجي فرد 100 بطانية 200 بطانية ما أشبه، لأن هذول الزوار المعدن ما عندهم شيء. إذا في أيام الزيارة أنتوا في كربلاء تشوفون هذا الشيء بعيونكم، هذا المسكين متحرك من بلده حافي وعليه عبايته، وهذا هو جاي هنا، فيشوف هذا ما عدا عبا شيء يجيب بطانية يخلي عليه ويروح، بطانية ميلة صباحا ما يجي ياخذ منه. إلى الآن الناس يمدحونه. هسه عند الله تعالى هذا شكثر زين، ذاك إن شاء الله نروح للآخرة ونشوف. أما أنه الدنيا يمدحونه، يمدحونه الناس لأنه عمل خيرا بهدوء لله. كان عندنا فرد طبيب في بغداد، فرد مرة نقلنا قصته، اسمه مرحوم محمد تقي جهنلي الله يرحمه. هذا أي فقير يراجع ما عنده فلوس يعطي دواء مجان، وأنا شفت هذا الشيء، ما أنقل يعني هالشكل سماعا، فقير يعطي دواء، مئات الناس موجودين، مئات الأطباء موجودين ما يسوون هذا الشيء. وعلى هذا المعدل الإنسان يجب أن يهيئ نفسه لخدمة الناس. أحيانا يشوف كلش فقيرها يطي من جيب فلوس يقول هذا للدجاجة، لأن ما يدجاجة لك ما يفروج لك. وشفت فرد طبيب آخر أنا شخصيا في كربلاء، هذا يقول أنه فلان مبلغ لازم يعطوله محدود. أحيانا مثلا فرد واحد فقير يقول جيب الفلوس حتى أعطيك الوصف، ما يعطي وصفه ابدا، اول ياخذ الفلوس بعدين يعطي الوصف. وكان مذموم والناس يسبون هذا الانسان الثاني، وكثير من الناس فقراء ما عندهم. الاحسان الى الاب، الاحسان الى الام،
الإحسان إلى الإبن، الإحسان إلى الأخ، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الصديق، الإحسان إلى العدو، عدوك أحسن إليه. الله يحب هذا الشيء. عدوك ها. أبو سفيان حارب رسول الله في قصة طويلة. في الحرب هو جاي يحاربها. في الحرب أبو سفيان وقبيلته الذين كانوا جاءوا إلى حرب رسول الله، هذول طعامهم خلص. بس الرسول يغتنمه فرصة يقول الحمد لله طعامهم خلص، الله يلعنهم. الرسول جمع فلوس وأكل وملابس من أصحابه. لمن يا رسول الله؟ قالوا لأبو سفيان. هذا جاي يحاربنا وفي ساحة الحرب. الرسول قال ما ينافي، ساحة الحرب غير شيء وهذا غير شيء. ولذا لما أسلم أبو سفيان بعد مدة إسلاما قهريا قال ما أحلمك يا محمد في سلم وفي حرب. حتى في حالة الحرب الرسول يحسن. وبعد 1400 سنة ينقل القصة. فسيأتي مو لازم تكون محارب، ولا تلزم أن تكون طبيب، ولا تلزم أن تكون كذا كل الدار. أحسن إلى الناس. أولا فائدة الإحسان إلى الناس الله يحسن إليك. ثانيا فائدة الإحسان إلى الناس، الناس يمدحوك. شيء اللي يأتي من إيدك، فلوس يأتي من إيدك، قلت للناس فلوس. ما يجي كنس تتمكن تكنس، أكنس بيتك. تتمكن تحسن إلى ولدك الصغير وبنتك، أحسن إليهما. إلى جارك، إلى صديقك. شوف هالدوائر، الناس عن شنو يشتكون؟ الناس غالبا يشتكون على أن الموظف أخر شغلهم إلى باكر عقب باكر. أنت عقب باكر موظف، جاءك مراجع يريد منك شغل منظمة. هذا هو تمدح والناس يحبوه. القوانين في الحكومات، هذه الحكومات الموجودة في كل العالم، القانون يقول أن المخالف يغرم بين 5 دنانير إلى 50 دينار. أنت صرت موظف، غرم الناس 5 دنانير، القانون يسمح لك. المجرم يسجن بين 3 أشهر وبين 7 سنوات. أسجن 3 أشهر ويأتي من إيدك. هذا نوع من الإحسان؟ هذا مو إحسان؟ فرد قصة فرد مرة نقلناها، لكن أكثر هؤلاء الشباب ما كانوا، فلا بأس أن نقلها ثانية. قبل سنة نقلت القصة أظن. كان عندنا في كربلاء قانون، القانون يقول أن من دخل العراق، قصة ما قبل 25 سنة، أن من دخل العراق بغير قانون يغرم بين 0.25 دينار إلى 50 دينارا. كل واحد دخل العراق بدون إجازة، بدون إجازة الحكومة العراقية، يغرم بين 0.25 دينار إلى 50 دينار، والصلاحية مخولة إلى الحاكم. الحاكم يشوف هذا شلون مخالف يغرم بين 0.25 دينار إلى 50 دينار. لا بأس. فرد حاكم كان عندنا هسه ما ادري حي ميت، احمد حامد الصراف اسمه، وهذا من السنه مو شيعي، احمد حامد الصراف. هذا الحاكم ايرانيين يجون بكثره ذاك اليوم من طريق القشق يجون. هذا وقت اللي يودوهم الى المحكمه يغرمهم 100 فلس، و100 فلس خلاف القانون، لان القانون اقله 0.25 دينار واكثره 50 دينار. 100 فلس يغرم. أحيان هذا ما عنده فلوس، يشوف الفقير يقول ما عندك فلوس، هذا من جيبي الغرامة، ويقول لهم روحوا قولوا لأصدقائكم في إيران، أي واحد إيراني يريد يجي خليه يجي ما دام أحمد حامد حاكم. يقول لهم هذا تشجيع على خلاف القانون. بعد يوضع هذا على كل، شافوا إدارة المتصرفية في كربلاء، شافوا هذا جاي يعمل أعمال غير قانونية أصلا، واعتبابا جاي يسوي ويشجع على انتهاك القانون. يقول لهم هذا أحمد حامد موجود، روحوا قول له أصدقائكم يجون إلى كربلاء زيارة. شنو معنا؟ ويومية يودوا لفرد 50 60 100 واحد مخالفين القانون جايين إلى كربلاء قشق. أنا أذكر تلك الأيام. هذا يغرمهم 100 فلس، 150 فلس، 100 فلس، 50 فلس، أحيانا بلاش يغرمهم. ما عندك شيء يقول ما عندي شيء، يقول من جيبه ما يخلي. اشتكوا عند الوزير الداخلية عليه. وزير الداخلية طلبه، قال لي احمد إيه ليش تسوي هالشكل؟ هذا خلاف القانون نسويته، فما هذا تشجيع الى مخالفه القانون. قال الحقيقه اللي تفضل انت هذا تشجيع على خلاف القانون، هذا صحيح، لكن انا منو اشجعهم على خلاف القانون؟
أشخاص موالين ما لهم ارتباط لا بالسياسة لا بأي شيء يجون يحبون الحسين ويحبون الأمير ويزورهم يرجعون إلى بلادهم، ثم هذول ينفعون بلادنا. هو يقول لوزير الداخلية لأنهم هذول يجون هنا قسم منهم يصبحون حماميل، قسم منهم يصبحون كسبة يخدمون البلاد، قسم منهم يجيبون فلوس من الخارج وياهم هنا يصرفون وما مأذين لا جرائم لا قتل، كل شيء ما عندهم هذول. أنا أشجع هالشكل ناس وهذا تعمير لبلادنا. قال زين تشجع هالشكل ناس لا بأس، لكن إلوش تأخذ منهم ربع دينار؟ إلوش ما تأخذ منهم ربع دينار وفوق 100 فلس؟ قال الحقيقة أنا شفت هؤلاء العجم، قلت هو سني مو شيعي وعربي مو إيراني، قال أنا شفت هؤلاء العجم منهم فرد شي، أنا ما دام هنا موجود هذا شغلي. أنت بصفتك وزير الداخلية ما تريدني كحاكم، بإمكانك تنقلني من كربلاء، هذا هو، أنا ما أمانع، أنا موظف تحت نفوذكم، لكن أنا إذا موجود في كربلاء وأنا حاكم المربوط بالشغل هاي وظيفتي. أنت ما يعجبك كوزير داخلية وعندك صلاحية وانقلني من كربلاء إلى مكان آخر، أنا ما معدل. كان سيا ما يخالف، لكن لماذا؟ قال ها لماذا شنو؟ لماذا أنا فرد يوم في خراسان رايح للاصطياف؟ خراسان كثير منكم رايحين، محل اصطياف أيضا في نفس الوقت. رحت هناك وعرب كانوا رايحين زايد هناك، يعني عراقيين، وظاهر من ملابسهم أنه عراقي وعربي. يقول شفت أنا أمشي في الشارع، شفت فرد واحد عربي واقع في الرصيف، وأجلكم الله وياده زنتري وإسهال، ومصخ نفسه وملابسه وحار وهو مغمى عليه والذبابين ملتمين عليه، فرد وضع كلش مزري ومؤسف ووقع بالشارع الرصيف. يقول انا شفت هذا الموضوع هواي تأذيت، وقفت حتى اشوف فرد عربي اثنين ثلاثة يجون نشيله نودي المستشفى ما اشبه كذا. يقول انا واقف واذا شفت فرد واحد ايراني اجمار يمشي، هو مار ضاوع على هذا، شافه هالشكل هذا واقع صح عرباني. اكو في كربلاء في خراسان ذاك اليوم عرباني، هذي شايفين ما شايفين. يقول صح فرد عرباني، طلع العربان شي فلوس، وقف العرباني هنا، شال هذا هو هذا الوصخ النجس القذر، شال بحضنه مثل ابنه، خلاه بحضنه، قعد للعرباني يروح. يقول انا عقبت، يقول عقبتهم عرف وين يروح هذا، راح 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 الى المستشفى ودا الى المستشفى زين لا بأس. يقول بعدين انا بعد شفت انه دخلوه بالمستشفى فلان ردها زين. يقول بعد يوم انا رحت المستشفى شفت هذا ملبسين ملابس نظيفه وزين وحالته لا بأس، يعني مو ذاك الاغماء وذاك الدزنتري وما اشبه والكوليرا وما اشبه. يقول بعدها شفت لا حالته مو زينه بعد العربي، بعد يوم ثاني يوم ثالث رحت شفت لا بأس به. أنا قاعد هناك أجي الإيراني، إيراني أجي سألت من هذا العربي هذا الشخص اللي جابك هنا منو؟ قل ما أعرف. هذا إيراني اللي جابك هنا أنت منين؟ قال من فلان بلد من العراق. قلت منو عندك هنا؟ قال كل أحد ما عندي، أنا جيت وحبايتي أزور. قل أنا أذكر هذا الشيء في كربلاء كانوا 10 دنانير يأخذون يودون إلى إيران ويرجعون إلى خراسان، 10 دنانير فقط العراقية، يعني ما يقارب 9 دنانير الكويتية في اليوم. أنا جاوي عبايت. فيقول على انه قلت بتعرف؟ قال بعرف. الايراني اجى قاعد انا، يقول انا اروح على هذا الايراني اجى. قلت له اه شرا شو ما انكارك عندي الوش شكل هم، هو كان يعرف شوية فارسي مكسر. قلت له وش مسوي هذا الشيء؟ قال ثواب قرب الى الله. قال تعرف هذا العربي؟ قال له ما اعرفه. دينه تعرف شنو؟ سني شيعي. قال له ما اعرفه. قلت على انه شنو زاير مزاير، يعني مو دليل كل واحد جاي الى خراسان يعني زاير زاير. قال ما قلت له هذا ايش سويت هالشكل؟ قال لا انا شفت هذا فرد انسان بشر وهالشكل واقع بالشارع، حس ما عدى اهل اما ما عدى، على كل انا قربة الى الله سبحانه وتعالى اسوي هذا العمل وجبته هناك. يقول هذا الايراني هو كبر في عيني. رحت بعد يومين 3 ايام 4 ايام جيت شفت ما هو الموجود هذا العربي. وين هذا؟ سالت. قال هو الشخص اللي دخل بالمستشفى وده. وين بيته هذا؟ حققت، لأن وقت اللي فرد واحد يدخل واحد بالمستشفى يأخذون اسمه وخصوصيته، حققت أفرض وقال له حوش في صليب خاط واسمه فلانشي مثلا،
يقول ركبت رذا العرباني رحت إلى حوش، دقيت الباب إجي. قلت وين هذا العربي؟ قال في حوش. رحت شفت فرد غرفة نظيفة زينة، براني مال ديوانيته، والعربي زين صحته وملابس جديدة جايب له وقاعد هناك وكذا. قلت إيش عجب جاي هنا؟ قال هو الإيراني أصر علي، قال أنت في أيام النقاهة وهسه بعد دور المستشفى انتهى، تعال إلى بيتي وفي بيتي تلقى الاحترام والترحيب. أنا جاي هنا فرد أسبوع أبقى هنا، وهذا يقوم بواجبي ليل نهار أكل وكذا وشي. بعدين أمر الحمد لله طاب ودور النقاهة انتهى وذهب. أنا أحمد حامد يقول من شفت هالقصة بنيت على أن أسهل قضايا الإيرانيين بكل شيء اللي أتمكن. قال للوزير الداخلية إذا يعجبكم أنا أبقى في كربلاء، ما يعجبكم نقولني إلى غير بلد. وزير الداخلية قال روح وأعمل وأنا موافق معه. فرد قصة لله، شوف الانعكاس ماله. الحقيقة إنسان يجب أن يعمل الخير لله، أما أنا أعمل خير لأخويا، أنا أجي إلى زيارتك حتى تجي إلى زيارتي، شنو قيمة هذا؟ أنا أسوي فلان شي حتى الناس يقولون بح 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 بح، شلون خوش إنسان. فرد واحد كان رايح للحاج راجع من الحاج، الناس يقول له حاجي زعل، قال عمي أنا صارف فلوس رايح للحاج، ما تقولين لحجي؟ رايح للحج الناس يقول لحجي. الإنسان يجب أن يعمل الخير لله. أبوك، أمك، زوجتك، ابنك، بنتك، أخوك، حتى الولد الصغير. أكو في الحديث عن رسول الله قبلت الولد الصغير لك، الله يكتب في عملك 500 حسنة. هذا الطفل الصغير الصغير ها قبلته لله، لله قبلته. وأكو في الحديث عن رسول الله إذا وزعتم فاكهة أو شيء في البيت خلافا لأغلب الناس اللي أنا شايفهم، قدموا الأصغر فالأصغر. يعني أنت عندك عائلة كومة في البيت، واحد عمره سنة، واحد سنة ونص، واحد سنتين، أول يطيل السنة بعدين سنة ونص بعدين سنتين. لا، يقول الكبار لازم أول نطيهم، لا أول الصغار لازم تطيهم، لأن الصغير قلبه أصغر، بينما الكبير يدري أنه كبير. فرد يوم حجي دانيال جاب شاي هنا يطيل الناس، فرد ولد كان شفت هذا الولد هي يركض هالشكل هالشكل، هذا الصغير عاد ياخذ منه الشاي، اعطي اول عمي لهذا لان قلبه اصغر. الانسان مهما كان يعمل الخير لله، وقلت مو خير لازم الا تكون انت ثري ومليونير حتى تعمل الخير لله، بمقدار ما تتمكن، تتمكن على انه تعطي خبزا أعطيه لله. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ذات مرة أعطى فلوس إلى إنسان، قال له اذهب وأعطيه لفلان ولا تقل إنه من جعفر بن محمد، لا تقول له صلوات الله عليه. الرجل يقول ذهبت به دقيت الباب عليه أعطيت فلوس، قال ممن هذه الفلوس؟ قلت من عبد من عبيد الله تعالى. يقول الرجل صاحب البيت قال جزاه الله خيرا، إنه ما زال يواصلني ولا أعلم من هو. يعطي فلوس ولا يعلم، لأن المهم الله يعلم، الله أعلم خلاص. وإذا تمر يقول فرد واحد آخر راوي يقول في الليل في المدينة كنت أمشي نصف الليل والليل مظلم، فرد مرة شفت فرد واحد قال بسم الله اللهم رده علي، يقول عرفت من الصوت صوت الإمام الصادق، من الصوت سلمت على الإمام الصادق ابن رسول الله في هالوقت. وشنو شفت الإمام قاعد كأنه يدور فرد شيء، قلت يا ابن رسول الله شو تدور؟ قال كان وياي خبز كنت أوديه وقع وجاء أجمعه. يقول أنا قعدت ويا الإمام أجمع ما أشوف ظلمة، أقراص الخبز انتشرت كأنه فرش حقبان خبز الإمام يوديه. يقول قلت يا ابن رسول الله إني وصاحبك أيضا وأنت روح، قلت أظن من خالد. يقول رحنا إلى ظلة بني ساعدة، ظلة بني ساعدة مكان مظلة أكو يعني من حصير من شيء، فرد ساحة كبيرة ما أدري في الكويت هالشكل أشياء، هسه أكو شبري أحسن في الظلة يسمى، الفقراء كانوا ينامون هناك. يقول رحنا هناك شفنا كومة فقراء نايمين نص الليل وشخيرهم صاعد. يقول الإمام الصادق كان ويا خبز وجوز ولبن وتمر وأكل مال ذاك اليوم.
يقول أخذ خبزا خبزا، خبز خبزين وفي جوف شيء مثل الأشياء اللي يوزعون بالقرايات وما أشبه، ويجعل تحت رؤوس هؤلاء في نصف الليل. صبح من يقوم يشوف خبز تحت رأسه، ايش كثر يفرح. يقول في الطريق قلت يا ابن رسول الله خلني أعينك، لأن هذا شبان كبير وانت شايب، لأن الإمام الصادق شايب، وهذا شلون تحمله؟ أعينك. قال إني أوجب أن أحمل زادي إلى الآخرة. هذا زادي إلى الآخرة لازم أنا أحمله. حس حقيقة، شوفوا هالقصة الصغيرة اللي تسمعوها، شلون إنسان يشوف هذا إنسان، هذا آدمي، هذا رجل خير، هذا طيب. أنت تكون نفس الشيء، أنا يجب أن أكون نفس الشيء. عند الإنسان قريب، عند الإنسان جار، عند الإنسان صديق، عند الإنسان كثير، عند الإنسان فرد واحد واقع، عند الإنسان فرد عجوز، فرد واحد في الحقيقة. قبل مدة هنا يقول على أنه أبوه شايب، فرد واحد بعيد عن المسجد وهالأماكن، وقع البعداء عن المساجد والحسينيات، هذول ما يصيرون مثل اللي قريبين. يقول أبوهم شايب كبير، راح يذابين بدار العجز. يقول أبوه يبكي، ما عنده خلق نخدمه. هذا صحيح؟ ما عندك خلق تخدمه؟ إن شاء الله أنت مصير شايف ويذبوك دار العجز، ما عنده خلق نخدمه. شنو ما عندك خلق؟ عندك خلق وقت اللي يكون الطفل أبوك خدمك ليل نهار ركض لك، بس اللي صار شايف ذبيته دار العجز. إنسان يجب أن يكون عضوا نافعا في المجتمع، مو أناني. أناني فلوس إلي والسيارة إلي، وأنا ما أخدم الناس وأنا ما يخصني بالناس، وهو هذا الشكل، هذا عجزان ولازم نذب دار العجز. هذني حكيات مال أناس اللي إنسانيتهم قليلة واقع. حقيقة جهل، هذا نوع من الجهل، حتى مو لازم. فرد مرة في كربلاء أنا شفت هذا الشيء في كربلاء، لعله حج مهدي يوم شاف ما شاف ما أدري. فرد إنسان كانوا جايبيه فقير مسكين في بيت، هو متكسر رجله، مستأجر غرفة من بيت وتكسرت رجله، مريض كبيرة السن عمره 70-80 سنة. كانوا جايبين ذابي باب السدر مر. حقيقة أنا فرد يوم مريت من هناك، فرد حقيقة أبكي له. مرأة كبيرة كانت عضو في المجتمع وخدمت المجتمع، هسه صارت كبيرة وتستأجر في بيت وغرفة وتكسرت رجلها وذبوها بالعكس. بعدين أنا فرد ليلة عندي مجلس مثل هنا، لكن ليالي الخميس أصعد منبر هنا في كربلاء، رحت فوق المنبر مثل عطارين وهاجمت الاجتماع. فرد مهاجمة جدا قارصة حول هذه المرأة. فرد واحد جزاه الله خيرا، ما أذكر منه هم كان، قال ما أدري أنا والله سيدة، وين هذا؟ قلت فلان مكان. راح وشالها ودال بيتها وأكرمها وأحسنها. حقيقة ما أعرف لي هسه من الرجل، لا المرأة عرفتها ولا الرجل أعرفه. وهذا معنى هذا واقع إنسان، هذا مثلك إنسان. وفرد يومهم كان شباب، فرد يومهم كان صحيح، فرد يومهم كان محترم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم. إنسان لازم الرجل الكبير، المرأة الكبيرة يكرمها يحترمها، والإنسان الأصغر منه يحترمه لأنه صغير. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه زار عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. عمر بن عبد العزيز قال يا ابن رسول الله ألا تصحبنا؟ قال الإمام لماذا؟ قال لتنصحنا. الإمام قال له الذي يصحبك لا ينصحك، يعني الذي يصحبك يتزلف إليك، تزلف إلى الحكام معروف. الذي يصحبك لا ينصحك، والذي ينصحك لا يصحبك. ينصحك هم يتجنب عنك لأن يخاف منك أنت كخليفة. قال يا ابن رسول الله أعظني، شاهدنا فيها الكلمة الثانية. الإمام قال له إن المسلمين اجعل الأكبر منهم أبا والأوسط منهم أخا والأصغر منهم ابنا، فبر أباك وصل أخاك واعطف على أبناء. شوف هالكلمة توجد في كل العالم. قال الأكبر منا قول هذا أبويا،
اللي مثله قول هذا أخوي، اللي أصغر منك قول هذا ابني. ويا أبوك شنو تعمل؟ لازم تبره. ويا أخوك لا شنو تعمل؟ لازم تصل رحمه. ويا ابنك شنو تعمل؟ تعطف عليه. اجعل أكبر منك أبا، أكبر المسلمين أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ابنا، فبر أباك وصل أخاك وارحم أبناك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.